أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري أن نظام الكوتا الخاص بقبول المتقدمين للهيئة بات في مراحله الأخيرة، متوقعا العمل بالنظام بشكل فعلي منتصف الشهر المقبل. جاء ذلك على هامش الحفل الذي نظمته الهيئة لاستقبال المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك. أقامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حفل استقبال للمهنئين من منتسبي الهيئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وشهد الحفل حضور نواب المدير العام للهيئة وعمداء الكليات وعدد من الأكاديميين والمحاضرين في الهيئة. مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري أعلن في تصريحات للصحفيين على هامش الحفل أن نظام الكوتا الخاص بقبول المتقدمين للهيئة بات في مراحله الأخيرة، متوقعا العمل بالنظام بشكل فعلي منتصف الشهر المقبل. مجرد انه يخلصون من النظام عماده القبول يعملون الكوتا، لان عندنا نعمل اكثر من كوتا لغايه ما نستقر على الكوتا النهائيه تعرض على اللجنه العليا للقبول ويتم اعتمادها ان شاء الله. هو التارجت مالنا منتصف اغسطس، لكن حسب البوادر اللي موجوده قدامنا واللي قاعد نشوفها لا احتمال النتائج تطلع ابكر من هذا الموعد. وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للهيئة، أوضح الأثري أن الهيكل تم إقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة بعد إجراء بعض التعديلات والملاحظات تمهيدا لرفعه لمجلس الخدمة المدنية. الهيكل التنظيمي تم الإقرار والانتهاء منه من قبل مجلس الإدارة، كان في ملاحظات بسيطة من المجلس، تم إعداد هذه الملاحظات وسيعرض هذا الأسبوع على مجلس الإدارة مرة أخرى لاعتماده وإقراره بشكل نهائي ومن ثم رفعه لمجلس الخدمة المدنية. وتمضي الهيئة قدما في إنجاز التصاميم الخاصة بمشروعي مباني الكليات والمعاهد في مدينة صباح الأحمد ومحافظة الجهراء، تمهيدا لطرح المشروعين والبدء بعملية التنفيذ في خطوة لحل أزمة القبول والتقليل من التكدس الطلابي الذي تشهده معظم كليات ومعاهد الهيئة، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات خريجي الثانوية العامة في السنوات الأخيرة.